السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده الرقاق بالطريقه التقليديه بس بطعم وريحه تحفه جدا. لايكات بقى كده كتير كتير، وشير اكتر، وكومنتات اكتر واكتر عشان الكل يستفاد بالوصفه. اول حاجه عندي عملتها ايه هي؟ جبت عندي البصله وشوحتها الاول كده من غير حاجه خالص، وبعد كده نزلت بكميه دسم بسيطه جدا، ونزلت عليها بايه بقى؟ باللحمه. بعد طبعا الرقاق، بعد طبعا الايه، البصله ما دبلت معايا كويس، هنا بقى رشه ملح كده وعليها رشه فلفل اسمر، هنزل بيهم كده ايه على العصاب. انا مش حابه ان انا اضيف له حاجه خالص، دي لحمه بلدي، فمش حابه ان انا اضيف لها اي حاجه خالص غير الملح والفلفل بس، بحيث ان هي يكون ليها طعم حلو وطعم اللحمه نفسه يكون ظاهر فيها. دلوقتي بقى عندي الصينيه بتاعتي دهنتها كده بالسمنه زي ما انتم شايفين. عندي بقى كده الحله بتاعت الشوربه، انا شلت منها ايه اللحمه اللي كانت موجوده فيها، وعندي طبق فاضي كده عشان احط فيه بقى اي احط فيه الرقاق بتاعي. هجيب بقى معايا كده الرقاق زي ما انت شايفه، وباخد كده بسم الله الرحمن الرحيم من الشوربه اهو، وبنزل على الرقاق. طبعا الشوربه بتاعتي دسمه، لو الشوربه مش دسمه احط لها معلقه سمنه، بس الشوربه عندي دسمه فايه فمش هحط لها حاجه. هقلب الناحيه الثانيه وبنفس الشكل برضو كده، وايه وهوزع معايا الشوربه على الرقاق. اهو تمام كده. بعد كده هروح جايبه معايا الميه وهوزع فيها، وهايه هحط فيها الرقاق بتاعي بالشكل ده اهو، لان طبعا ده الرقاق ده مدور، وانا طبعا الكميه بتاعتي مش كبيره، وبكمل الكميه كلها كده بنفس الشكل. بس هوريكم الاول ايه بعمل ايه عشان اخلي الرقاق بتاعي يبقى مظبوط في الصينيه. اروح اخده بقى كده اهو الجزء ده كده هنا، طبعا بعمل لها حرف عشان لما اجي احط الحشوه يعني تكون في حاجه تتحط عليها، تكون محمله كده معايا بحيث ان هي ايه تلاقي حاجه تتحط عليها اهي. وبكمل الكميه كلها بنفس الشكل وبنفس الطريقه اللي بعمل بيها دي. او لو انت حابه تخليها مثلا من البدايه تقسميها مثلا بالنص، يعني انا ممكن اعمل ايه من البدايه كده، اروح اخدها اقسمها بالنص واحطها في الشوربه اهي، واحطها بالشكل ده برضو بتكون اسهل، وفي النهايه بتلاقي برضو الصينيه بتاعتك طالعه مظبوطه ما فيهاش اي مشكله اهي اهي كده كده بالشكل ده. اعملي بقى شوفي كده انت عايزه كام طبقه تكون معاكي. وتاتي بقى خلاص عملت الطبقه الثانيه وحطيت طبعا حطيت الحشوه وعملت الطبقه الثانيه، باخد بقى معايا كده الرقاق بتاعي وابدا ان انا اقطعه بالشكل ده. لازم يتقطع معاكي كويس عشان الشوربه اللي هتحطيها توصل ايه للمراحل كلها، وفي نفس الوقت ايه ما تلاقوش فرقه منك كده وانت بتعمليه. دلوقتي بقى قطعتها معايا كده، هعمل ايه بقى؟ اجيب معايا شويه من السمنه نقطه بسيطه كده تنزلي بيها اهي، طبعا يعني اللي لازم كتيره دي ما فيش اي مشكله، احنا هنوزعها اهو الاماكن اللي نزل فيها سمنه كتير عادي جدا، احنا بنوزعها ونخلي بقى ايه السمنه على كل الرقاق بتاعي. طريقته سهله جدا بس نتيجته هايله يعني اقصى درجه. خلاص كده وزعنا السمنه، هنعمل ايه بقى؟ اهو بقى السمنه على الجوانب هتنزل فيها برضو كبشتين بقى كده من الشوربه بسم الله الرحمن الرحيم، ونسيبها بقى كده شويه بحيث ان ايه ان الشوربه تدخل كده جوه الطبقات بتاعت الجلاش، ونحطها بقى بعد كده في الفرن، وبعد ما تطلع اوريها لكم. دلوقتي بقى كده ده شكل الطبق معانا بعد ما اتعمل، شكل صينية الجلاش.
بتمنى بقى تعجبكم وتجربوها بالطريقة اللي انتوا ايه شايفينها. بصي بقى من بره بقى ايه مقرمشة ومن جوه طرية جدا. بتمنى تعجبكم. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.